دبي استمرار العمل عن بعد لموظفي جميع الجهات التابعة لها خلال يومي الخميس والجمعة 18 و19 إبريل الجاري، مع استثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل من أجل تمكين فرق العمل في الجهات المختصة من الانتهاء من مهامها في مختلف المواقع وبأسرع وقت ممكن، وذلك مع تكثيف جميع الجهات المعنية في الإمارة جهودها لمعالجة تأثيرات المنخفضات الجوية الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين. كما تقرر استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد للمدارس الخاصة في دبي خلال اليومين القادمين بهدف ضمان سلامة الجميع وتمكين المدارس من إتمام الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة والطالبات واستئناف الدراسة بالحضور المباشر مطلع الأسبوع المقبل. فيما أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيا. وأكدت وزارة الداخلية أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، وستبقى تلك الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، وستواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة وصولا إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق الميدانية. وثمنت الوزارة دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنها ساهمت في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية من خلال الاستجابة المتكاملة والتي اتسمت بالاستباقية والاحترافية، وساهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع. إذن أعلنت حكومة دبي استمرار العمل عن بعد لموظفي جميع الجهات التابعة لها خلال يومي الخميس والجمعة 18 و19 إبريل الجاري، مع استثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل من أجل تمكين فرق العمل في الجهات المختصة من الانتهاء من مهامها في مختلف المواقع بأسرع وقت ممكن، وذلك مع تكثيف جميع الجهات المعنية في الإمارة جهودها لمعالجة تأثيرات المنخفض الجوي والذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين. كما تقرر استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد للمدارس الخاصة في دبي خلال اليومين القادمين بهدف ضمان سلامة الجميع وتمكين المدارس من إتمام الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة والطالبات واستئناف الدراسة بالحضور المباشر مطلع الأسبوع المقبل. فيما أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيا. وأكدت وزارة الداخلية أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، وستبقى تلك الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، وستواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن غريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة وصولا إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية. وثمنت الوزارة دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنها ساهمت في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية من خلال الاستجابة المتكاملة التي اتسمت بالاستباقية والاحترافية، وساهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.